لكن مصر الحمد لله النظام الصحي المصري صمد وصمد بقوة. فنتمنى انه بنقول ايه بقى، بنقول ان شاء الله هيصمد بقوة برضو قدام الجدري ان شاء الله القرود، وهو مختلف باذن الله، وان شاء الله نتمنى انه ما يوصلش الى مرحلة الوباء. بنقول ان زي ما احنا بنقول في كل حتة، اهم حاجة قواعد الصحة اللي احنا اتعلمناها. غسل الايدي على فكرة، انا عايزة اقول حاجة، سر غسل الايدي، نرجع بقى نقول غسل الايدي بتاع زمان ده مهم قوي. نرجع له ونبقى حريصين لقواعد الصحة العامة والاكل الصحي. يعني احنا بنتكلم على الاكل الصحي، ممارسة الرياضة، ويمكن انا احنا زي ما احنا بنقول كتير جدا، انا قلت المعادلة دي عشرات المرات ومئات المرات، الجمعية الأوروبية حطت مواصفات للإنسان الصح اللي يعيش حياة صحية 0-3-5-140-5-3-0. إيه دي؟ صفر ما دخنش. خلي بالكو إن التدخين بيقلل مناعة الإنسان، بيجي له عرضة أكتر، وإحنا شفنا في دراسات أيام كوفيد وكورونا تعلمنا إن اللي بيدخن كان 14 مرة معرض للمضاعفات. يبقى صفر ما دخنش، أمشي 3 كيلو يومياً أو 30 دقيقة 4 أيام في الأسبوع. وخلفاء سيادتك، أرخص كبسولة سحرية عرفها التاريخ هي ممارسة الرياضة. يعني أنت لو جيت أنا مارست الرياضة المشي، أنا ممكن تعمل لي وقاية من 20 مرض مزمن. المشي ده عبقري، عبقري لأنه طبعاً، هو بيسهل عمل كل الأجهزة في الجسم، وبيعمل مديتيشن، بيدي فرصة للإنسان يتأمل ويهدأ، وليه مزايا كتير. بالتأكيد، يعني هو زي ما احنا بنقول هو الكبسولة السحرية للوقاية من 20 مرض مزمن. فاحنا بنقول، فاحنا فرصة بقى ان احنا نرجع للنمط الحياة الصحي. طب كمل لنا بقى 0-3-145 5 رقم اسكندراني بدرجة 0-3 اهو 0-3 اسكندرية 3 ان انا امشي 3 كيلو يوميا 5 اخد 5 قطع سلطة او فاكهة يوميا ألوان مختلفة. ده سر مهم قوي. ليه بقى؟ أن أنت بتاخد حضرتك كمية من ضد الأكسدة، وده مهم. ألوان دي مهمة قوي، ألوان مختلفة دي مهمة جدا. ونحن بنقول لأ، خلي بالك تاكل جزر وطماطم وخيار، وتاكل ثمرة فاكهة، كل ده سبحان الله. أن اختلاف الألوان طبعا بيشير إلى اختلاف فوائد، فوائد. وانت حضرتك عايز اقول حاجة، احنا بنقول على فكرة ان الاكل الصحي ده مهم جدا. وبنقول يعني لا للملح طبعا، واحنا الانسان المصري للأسف بيستخدم يعني دبل الاونس العالمي، مستوى عالي جدا من استهلاك الملح، المسموح بيه، المسموح بيه. طيب، وبعدين بنقول لا للسكر الابيض، يبقى لا للملح الابيض ولا للدقيق ولا للسكر. يعني المعجنات والحوادق طبعاً والحلويات طبعا بنسب يعني معقولة طبعاً بقى طبعا. يعني احنا بنقول الأكل الصحي ان احنا ناكل فاكهة وسلطة، سمك مرتين في الأسبوع على فكرة. ثبتت الدراسات الجامعية الأمريكية انه بيقلل الإصابة بجلطات المخ 18% والقلب 15%. طبعا سبحان الله، السمك الرخيص هو اللي فيه فايدته أكتر، هو البورت النيلي ده طبعا. يعني البحري كان برضو ليه فوايد، والسمك الرخيص المكريل وغيره ده رخيص جدا، ده بيعتبر فوايده كبيرة.